بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هنسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح أمر مهم من أوامر الأوتوكاد، والأمر ده خاص بالتعديل على بلوك. أنا عندي زي ما شايفين ريكتانجل، والريكتانجل ده مكتوب فيه تكست بالشكل ده، وأنا عايزة أغير التكست دي. التكست دي معمولة بلوك، عايزة أغيرها بحيث إن أنا لو غيرت واحدة تغير لي كل اللي موجود، أو إن أنا بعمل سيلكت على اللي انا عايزه اغيره فبيتغير بس. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ الاول هنشوف ازاي نعمل تكست بلوك عن طريق اتريبيوت، وبعدين نتكلم عن الامر بتاعنا. انا هاجي بالشكل ده كده، اقول له ATT اتريبيوت ديفينيشن، واجي اكتب اللي انا عايزاه. فانا مثلا هكتب تيست، تمام، واخليه هنا سنتر، واخلي التكست هايت 0.5، وبعدين اقول له اوكي بالشكل ده كده. بعدين عايزه اعمل له بلوك، هقول له بي بلوك واسميه تيست البيك بوينت وسيلكت اوبجكت، تمام. بعدين اقول له اوكي، واكتب هنا تيست اوكي. خلاص كده انا عملت بلوك. طيب انا البلوك ده هاخد منه كوبي بالشكل ده كده اهو، وعايز اغير الكتابه دي. الكتابه دي معمولها بلوك، هاجي اقول له جيت اللي هي GATTE، بعدين انتر، تمام. بلوك نيم، هختار البلوك بتاعنا، انتر نيو تكست مثلا، هقول له اعملها لي 500، وبعدين انتر. هنا ممكن ان انا اعمل يس، ان انا بعدل كل التست دي بخليها 500، تمام، او نو بس اللي انا اخترته. فانا مثلا هقول له يس، عملها لي كلها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب لو قلت له اندو ورجعت الامر تاني اهو، جيت بالشكل ده، وبعدين اختار البلوك، وبعدين اقول له مثلا 1000، تمام، وبعدين ادوس انتر، وبعدين اقول له نو واختار اللي انا عايزاه بس. يعني ممكن اختار دول بس كده، وادوس بيمين الماوس انتر، غير بس اللي انا اخترته. يبقى ده ميزه امر جيت في برنامج الاوتوكاد. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.